FM. الكلمة ليك نتعلم ايه هما اسمع اللي. اسمع معي صبر بيع شنو قال خاطر قال في كلام باهر وما قالش في كلام خايب ولا ليه انا ما قلتش شيء نحب نسمع شهاده من عند صبر بيع نسمع أوكي. اسمع معي اوكي خليكم منطقيين يعني انا نقول لهم شويه منطق شويه عقل شويه من اساس اذا انت عندك الفكره هذه واش تجي ما تجيش وكهو اذا عندك فكره انه البرنامج هذايا فيه ميكماك وفيه نعرفه وما نعرفوش رانا اخر مره باش نقولها رانا ما نعرفوش الاصوات حتى فما صوت اسمع عثماني هي ما تعدتش في البلايندز يعني في الليماج اسمع عثماني هو يعترف زاد حتى كي تلفيت لفينا الكلنا ما لفيناش يعني ما درناش بالكراسي كملت الواحد متاعها وبعد درنا قلت لها هذه ما نعرفها اسمع عثماني وهي تنجم تقول لك الموضوع هذا اذا سالتوها قلت لهم هذه غنات صوت من الاصوات الجميله جدا وغنات تيتر نتاع مسلسل واسمه الايام وكان صوتها رائع جدا وكانت الاغنيه حلوه برشا وكان كذا وكان يعني ما نعرفش اليوم علاش تغنيت هكا قلت لها عليه انت اليوم حتى في التصوير قلت لها اش بيك معناها في فورمه معناتها تقول قالت لي راه فما ظروف بتدخل صعيبه يجيو الصباح بكري قالت انا راني مريضه وعندي عم خوبليم دو ما عرفش هذول كانت عندها اونجين عندها ان تخيك يعني ما واتهاش الحظ انها تبين امكانياتها مش معناها ان صوتها خايب او احنا ما درناش لانه عرفت لانه هذه اسمع عثمانيه اوكي علاش مثلا اللي ما دارش زعما نكاية فيه يعني لأنه هذي تونسي هاي من دروش ها ما نعرف ولا جنسية ولا لون ولا جنس إلا ما نسمع الصوت هذي بنية ولا مونتالون يسمعك هذي شهادة صبر الربيعي في نيس الكافيه على كتف فيه محكي عليك وقال عنده ظروف صحية ما خلتش ندوره معناتها بالكرسي دو آن هذي دو دو ما يعنيش انك ما تعديش دونك انت ماكش صوت وقال ما يعنيش لي صوتها مثلا نبيو عليه لا لا ان توكا انا ما حكيت حتى شيء يظهر لي قبل ما نسمع الانترفونسيون تاع صابر الربيعي ما يظهر لي ما حكيت حتى شيء ضد اللي حكيه انا حكيت على نحكي على الديسيبسيون في الامور تاع البروجيكت اي فوالا في الامور الادمينستراتيف والمعامله الخ 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 بالنسبه لي انا هاني قلت لك معناها ما ندمتش اللي مشيت سيتي اون اكسبيريونس حتى كان خايبه معناها بالنسبه لي انا وبالحق معناها ديجا هو اللي تي او كورون بورتون انا راه اخر حاجه معناها كي داروا لي بعديك الاربعه وكل وسي فري معناها صابر الربيعي قال وقتها من الاول قعد هكا يتعقل وبعد قال لي يا اخي انت اصلا تذكرك كذا وكذا 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 وش بيك وتعب ودرا شنو وكل هو السؤال سالناه في اطار في اطار معين قلت لهم اوكي معناها راهو هذاك الجنب نتاع التراك والتعب وبرشا مستنيه موجود اما في الاخر يظهر لي ديجا اخر واحد معناها عمل تعليق عسل الحلاني قال لي حبيت صوتك والى خدرا شنو اما حسيت درا شنو قلت له راهو راني صبحت اليوم مريضه هكا معناها عديتها هكا زاد راهو ما كلم اكل البروغرام الدموع هذاك ولا المريضه وفي الحاله وبالسخانه حاجه تصير واضح سينو ليه ما معناها عمري ما اتهمت صابر الربيعي بلي جوستمان سي تري امبورطون معناها بالنسبه لي انا اما معناها يمكن صابر يحكي على دي كونديدا اخرين يمكن ولا عبيد اتهمته ولا ما نعرفش واش جوستمان خلينا نحطك في الاطار ما خليتش نتكلم توا حطك في الاطار خاطر انا ما حكيتش عليها جوستمان التصريح هذا قال بعد ما صرح محمد دحليب المشترك اللي تعدى في ذا فويس قال انه راهو صابر يعرف صوتي وسمع بصوتي من قبل والاسماء معروفه من قبل يعرفوها معناتها الاصوات من قبل مش في لحظتها يعني هذاك علاش هو رد صابر الربيعي قال راهو معناتها والله لا نعرفوا الاصوات وفي لحظتها نعرفوا الاصوات ومعنيش قائمه بالاسامي وما نعرفوهمش بالوجه هذاك علاش جاوب وبعدها جبتك في قلب حديث اي لي بون خاطر هو ديجا خذي ليكزامبل تاعي انا دونك لي ما نجم سبحان الله تصير كل الحكايه صحيح ما يعرفوا حد والله الله اعلم انا ما نكذبش عليك لاش تحس معناك تمشي غادي تحس انت غادي مشيت وشفت الحكايه على اللايف انا اون توكا شوف ما كنتش ياسر مرتاحه معناها انا كي مشيت سور لو شان ديجا كليت هذيك الشوك هذيك الاولانيه نتاع في باليش هكايه معناها لورغانيزاسيون بيدها الكل على بعضها معناها
كبرودكسيون كإدارة كتنفيذ اللي تحب أنت معناها. سنين برشا بالنسبة لينا معناها. أنا واحدة من الناس مثلا ألغيت التزامات كانوا عندي حفلات ألغيتهم وبعدي كان نلقى روحي نستنى في 15 يوم ولا 20 يوم فارغين في حتى شيء فهمت. وبعد نخلط ديجا نخلط سيين بايلة على الأخر فهمت. أنا منيش ناقش راهو في أنه ليه معناها أنا صوت الفذ اللي من منشز ما اليوم ديجا هاني جيت مقربة كان نغني لك تو تتفجع معه نقفل القوس سكرنا الدوسي فهمنا نحكي The Voice of Entrant معنا ما هيش هي اللي تنجم هي برنامج مش هو برنامج ما نكذبش عليك أنا راني بعد ما تفرجت أنا بعد ما زلت تفرجت شوية معناها في السيزون هذية ما واضح ما ندمتش معناها ما ندمتش أصلا لينا ما قعدتش ديجا واضح الكلمة ليك.